السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير قوي سألتنا على السيمتين، هل موجودة عندك ولا مش موجودة؟ طب 2023 2024؟ لا، أنا عندي عربية سيمتين 2023 إيفنجارد زي ما حضراتكم شايفين كده، الفرش الجملي من جوه، العربية زيرو موديل 2023. العربية موجودة فين؟ في عبد الله أوتو، في فرع الشيخ زايد بجوار مسجد الشرطة. يلا بينا نلف لفة حوالين العربية زي ما حضراتكم شايفين كده. العربية AMG، معلش الشمس ضربة بقى في الكاميرا. بالنسبة لمواصفات العربية، هي مرسيدس سي 200 ايفنجارد 2023، 4 سلندر، 204 حصان، 1500 سي سي، اوتوماتيك، 5 مقاعد. طبعا فيها وسائد هوائية، فيها طبعا ABS، فيها نظام الثبات الالكتروني، توزيع القوى، المكابح ABS و EBD، تمام. طبعا تكييف في الهواء موجود، طبعا بالنسبه للاطارات مقاسها 18، كاميرا خلفيه موجوده، الليد موجود، البانوراما طبعا موجوده بالكامل. طبعا الزجاج معتم موجود، طبعا فوقيه بس هو طبعا عشان الشمس بس، ده البانوراما. معتم طبعا مش فامي، عشان بس برضه تحديدا يبقى هو معتم. غلق اوتوماتيكي طبعا الابواب، الزجاج كهرباء طبعا اساسي، مقاعد كهربائيه اكيد اساسي، فرش السياره جلد زي ما حضراتكم شايفين كده. بالنسبه للسعر طبعا العربيه طبعا مستورده ومنشا المانيا. بالنسبه للسعر حضراتكم بتشرفونا في المعرض في الشيخ زايد، لان طبعا احنا ما بنحاولش ان طبعا الاسعار والكلام ده كله شرفنا، تمام، هنديك افضل سعر ممكن، تمام. بالنسبة للتقسيط موجود كل البنوك، موجود كل الشركات. أشكركم، واللي عايز يتواصل معانا على تليفون 011-465-3-4-6 أشكرك طبعا، وياريت كل الناس الموجودة معانا تدعمنا بالاشتراك وباللايك وبالكومنتات وبالشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.